صدمة كبيرة جدا داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري بعد إعلان نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024. وقبل ما نتعرف على التفاصيل، اضغط معايا لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشارك الفيديو لكل حبايبك على مستوى العالم، وتابع معايا الأخبار الرياضية العالمية الجديدة والحصرية، ويتأهل من المنتخبات المشاركة في التصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024 من العشر منتخبات، يتأهل خمس منتخبات فقط إلى كأس الأمم الأفريقية 2024 ليلتحقوا بالثلاث منتخبات المغربي والمصري والأنجولي ليصبح إجمالي المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 ثمان منتخبات. طبعا صدمة كبيرة داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري، وقال لك إن هناك مؤامرة بين الكاف ودولة المغرب الشقيق. المملكة المغربية عاملة مؤامرة ضد دولة الجزائر علشان نسقط هيبة دولة الجزائر وعلشان نسقط هيبة المنتخب الجزائري للفوتسال بصدام المنتخب الجزائري أمام المنتخب الليبي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024. يعني من بين العشر منتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة ملقناش إلا المنتخب الليبي والكاف يوقعنا أمام المنتخب الليبي في التصفيات. وطبعا معروف إن ليبيا قوية جدا جدا في رياضة الفوتسال. المنتخب الليبي حامل لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008، وأيضا في المباراة النهائية قدم مباراة أكثر مرارة أمام المنتخب المغربي، المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين المنتخبين. وأيضا استطاع المنتخب الليبي من إحراز العديد والكثير من الجوائز في بطولة كأس العرب. يعني المنتخب الليبي قوي جدا جدا بالمنافسة أمام المنتخب الجزائري. وبكده من بين المنتخبات المشاركة في التصفيات العشر منتخبات كل من موزمبيق وتنزانيا وزامبيا بالإضافة إلى غانا وكوتيفوار والكاميرون وموريتانيا وبالإضافة إلى منتخبي ليبيا والجزائر هيتأهل خمس منتخبات فقط. ومن هنا لحد بداية التصفيات المقرر إقامتها مع انطلاق صافرة البداية المقرر انطلاقها في شهر فبراير يوم 2 و3 و4 في مباريات الذهاب، وأيضا في مباريات الإياب يومي 9 و10 و11 سنتعرف على من سيلتحق بكأس الأمم الأفريقية من كل من ليبيا والجزائر. وأينما كانت البطولة ستقام في المغرب أو في مصر، كان نفسي والله إن البطولة دي تقام في ليبيا أو الجزائر، لأن أحد المنتخبين هيوضعوا بطولة كأس الأمم الأفريقية من التصفيات لينالوا شرف تنظيم البطولة بعد إخصاء أحدهما من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024. ألف مليون مبروك المنتخب المغربي فخر العرب مشرف الكرة العربية والأفريقية والعالمية في رياضة الفوتسال الذي لا يهاب أي منتخب سواء الجزائري أو الليبي أو المصري أو أي منتخب كان. مع أطيب تمنيات المنتخب المغربي الأول للفوتسال بقيادة المدرب الرائع جدا هشام الدكيك، المنتخب المغربي مشرف العرب قائد العرب فخر الكرة العربية والأفريقية والعالمية للفوتسال، مع أطيب تمنيات للشعب المغربي الطيب الأصيل الفوز بكأس أمم أفريقيا 2024 والتأهل لكأس العالم أوزبكستان 2024. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.